السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي فيديو جديد من قناة كروشيه مارندا. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه مع بعض درس من دروس تعليم الكروشيه، ودرسنا النهاردة هيكون تكملة للدرس اللي فات، وهو طبعا تغيير اللون بالنسبة لغرزة النصف عمود في بداية الراوند أو في بداية ونهاية الراوند وفي منتصف الراوند. خدنا في الدرس اللي فات تغيير اللون في غرزة الحشو في البداية والمنتصف زي ما احنا شايفين، والنهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي نقدر نغير اللون بالنسبة لغرزة النصف عمود سواء في بداية أو نهاية الراوند أو في منتصف الراوند. اشتغلت زي ما احنا شايفين قطعة مكونة من مجموعة من الغرز من غرز النصف عمود، وهنكمل مع بعض السطر بتاعنا. احنا محتاجين نغير الراوند في بداية السطر او في نهاية طبعا السطر اللي احنا بنكون شغالين فيه، يعني البداية والنهاية هي مكان واحد، انك بتغيري الغرزة بتاعتك او الخيط بتاعك في اخر غرزة في الراوند اللي انت بتشغلي. طيب احنا بالنسبة لغرزة الحشو كنا بنغير اللون في اخر حلقتين موجودين عندي على الابرة. طيب بالنسبة لغرزة النصف عمود انا دايما بيكون عندي على الابرة 3 حلقات، طب لما نيجي نغير اللون بغيرهم واحنا معانا 3 حلقات على الابرة قبل ما بسحب الخيط اللي احنا طبعا شغالين بيه من ال3 حلقات. بيكون عندي حلقة على الابرة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، هلف الخيط وهخرج معي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من ال3 حلقات، 1 2 3. تاني برجع اكرر، معي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي او رقم 7، هلف الخيط وهسحبه تاني، بيكون عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. طيب نكمل بقى كمان لغاية ما نوصل الى نهاية الراوند. الغرزة الجاية هي الغرزة الأخيرة. طيب في الغرزة الأخيرة بيكون عندي حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل في الفراغ بتاعي، وما تنسوش ان هي بتكون جاية بكيرف مايل، ما ننساش العدد بتاعها عشان ايه ما نتلخبطش والعدد يقل معانا، لازم تدخلي في الفراغ الأخير. هلف الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. انا لو بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات بنفس اللون الأورنج. طيب يا رندا لو انا هضيف لون جديد بجيب اللون الجديد بتاعي، بسيب منه مسافة كافية تخليني اقدر انظف الشغل بتاعي بعد ما اخلص، هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده وامسك الحلقة دي بايدي، هدخل. بصوا احنا ممكن نسحب الحلقة دي من 3 حلقات مباشرة، لكن انا اامل ليا والشغل بتاعي عشان ما يفكش مع الاستخدام او الغسيل، هلف الخيط وهقفل الحلقة دي عقدة بداية زي ما احنا طبعا اتعلمنا نقفل عقدة البداية كده. بعد ما عقدتها اعتقد ان احنا مهما نشتغل بيها يعني مهما نغسلها او مهما نلبسها وقت طويل او نتحرك بيها باي شكل، ان مفيش الحلقة دي مش هتفك معايا من تحت الخيط، وبالاضافة كمان ان احنا في النهاية بننضف الشغل بتاعنا وبندخله تحت الغرز. هسحب الحلقة الجديدة من ال3 حلقات الموجودين عندي كده، 1 2 3. طيب احنا كده خلصنا الغرزة الاخيرة وخلاص ضفت اللون الجديد بتاعي، علشان طبعا نشتغل بقى السطر الجديد بارتفاع، بسم الله كده 1 2 سلسلة، والف الشغل بتاعي الناحية التانية. طيب انا محتاجة اني اسحب الخيط الاورنج تاني في نص السطر دوت، هعمل ايه؟ او ممكن احنا نخليه دلوقتي علشان ممكن نسحبه في جزئية معينة من الشغل. طيب انا لما يجي بقى اسحب الخيط بتاعي بقى لازم اخد الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين من خلف حرف الفي، عندي حرف الفي اهو رقم 7، اخدت الخيط بتاعي في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. دلوقتي احنا لما نيجي نشتغل، لو بتحسبي طبعا السلسلتين من الارتفاع مش هتشتغل في الفراغ الاول تاني، هنروح على طول مباشرة للفراغ التاني، هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت حرف الفي، ومعايا كمان الخيط اللي انا بسحبه معايا علشان اقدر اغير بيه اللون في مكان تاني. يعني انا عندي دلوقتي على الابره حرف الفي بالضلعين بتوع الامامي والخلفي، ومعايا كمان الخيط اللي انا بسحبه في خلف الشغل، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات، يبقى كده 2. نخش غرزه تانية اهي ومعايا كمان الخيط على الابره، اكمل، لازم يكون معايا الخيط عشان اقدر اسحبه تاني في منتصف الشغل زي ما احنا عاوزين. ممكن كنت اكمل السطر كله باللون دوت، لكن احنا طبعا عايزين نتعلم مع بعض ان احنا نغير اللون ازاي في بداية او نهاية الشغل او في منتصف الشغل. نكمل كام غرزة بالشكل دوت بنفس اللون. طيب عاوزة اغير اللون في الغرزة اللي جاية، تعملي ايه يا رندا؟ بيكون احنا كده دلوقتي في منتصف الشغل. طيب ازاي طريقة تغيير الشغل في اللون في منتصف الشغل؟ ان بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، ومعايا كمان الخيط اللي انا بسحبه معايا على الابرة، هلف الخيط وهخرج، بيكون معايا 3 حلقات.
طيب اذا تكملي اللون بنفس السطر بنفس اللون هتلفي الخيط وتخرجي من الثلاث حلقات بنفس اللون. طيب هتغيري للون الاورنج، هتسيبي بقى اللون الزيتي ده في الخلف وتسحبي اللون الاورنج هو ايه اللي من الثلاث حلقات. بخلي الزيتي في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين، وده حاجه مهمه جدا انك دايما تاخدي بالك من خطواتك اللي انت بتشغلي بيها. معايا دلوقتي ثلاث حلقات على الابره، هلف بقى اخد الف الخيط اللون الاورنج على الابره واسحبه من الثلاث حلقات اللي باللون الزيتي كده. احنا بصوا كمان حاجه، هتبص تلاقي الغرزه بتاعتك مشدوده كده، لا الخيط بتاعك شديه شويه وصلي لنفس طول الغرزه بتاعك المظبوط، خلي شغلك يكون مظبوط وحد كده. احنا ختمنا الغرزه دي وكمان اضفنا اللون الجديد. هلف الخيط، انا ما باخدش سلاسل، انا بلف الخيط مباشره، معايا حلقه وبلف الخيط بيبقى حلقتين، وهبتدي ادخل بقى في الغرزه اللي بعدها اشتغلها عادي تحت حرف الفي. وما ننساش نخلي على الابره كمان الخيط اللي بتسحبيه معاكي. هلف الخيط وهخرج، معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. غرزتك اللي فاتت نظيفه من قدام، لو حولت الشغل هتبص تلاقيها بردك نظيفه من ورا بشكل جميل جدا ولطيف، ما فيهاش اي مشكله ولا اي عيوب. ارجع تاني اكمل بقى الراوند بتاعي كله باللون ده زي ما احنا شايفين. وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا. طيب محتاجين نضيف اللون الجديد بتاعنا في اخر غرزة عشان يكون السطر الجديد يبتدي بلون جديد. هلف الخيط، هدخل الفراغ بتاعي، هلف الخيط وهخرج، معايا ثلاث حلقات، هسيب اللون الاورنج وهسحب اللون الجديد اللي انا محتاجة اغيره. ممكن بقى تضيفي اكتر من لون، مش شرط انك تشتغلي بلونين بس زي ما انا بعمل، لا انت ممكن تشتغلي باكتر من لون وتضيفيهم زي ما انت حابه. هلف الخيط وهخرج بالشكل ده، بكون خلصت راوند بتاعي. طيب لما احب ابتدي راوند جديد برتفع سلسلتين وبكمل بقى بنفس الطريقه المعتاده بتاعتنا زي ما احنا عارفين. دي كانت طريقه تغيير اللون بالنسبه طبعا لغرزه بالنسبه للشكل الخاص بتاعنا الخاص بغرزه النصف عمود، سواء في بدايه اللون يعني في بدايه السطر او نهايته، لان البدايه والنهايه واحده، او في منتصف الشغل. تقدري تغيري دلوقتي اللون بالنسبه لمنتصف او بدايه ونهايه الشغل بطريقه سهله جدا وبسيطه بالنسبه طبعا لغرزه النصف عمود. طيب احنا كده شرحنا مع بعض غرزه النصف عمود، وشرحنا مع بعض كمان غرزه الحشو زي ما احنا شايفين، واتفقنا مع بعض ان الطرق واحده بس بتختلف بس ايه في طريقه شغل الغرزه نفسها. بالنسبه لغرزه الحشو احنا بنغير اللون في اخر حلقتين من اخر غرزه بنشتغلها، ده بالنسبه طبعا للاخير او يعني بدايه السطر او نهايته. بالنسبه لمنتصف الشغل في اخر حلقتين بالنسبه للغرزه اللي انا هغير في اللون في الغرزه اللي بعدها، يعني انا لو واقفه في الغرزه دي وهغير اللون في الغرزه اللي جايه، يبقى في اخر غرزه بشتغلها بسحب اللون من الحلقتين الاخرانيين الموجودين عندي على الغرزه. ده كمان بالنسبه لغرزه النصف عمود بيكون عندك على الابره، لان هي بتكون مختلفه شويه عن غرزه الحشو، بيكون عندك على الابره ثلاث حلقات بنلف الخيط ونخرج من الثلاث حلقات باللون الجديد، يعني ما بلفش واخرج باللون القديم، لا بلف واخرج من الحلقات باللون الجديد سواء في منتصف او في اول او نهايه الشغل. دي كانت الغرزه بتاعتي، او مش الغرزه لان هي مش غرزه بصراحه، دي كانت طريقه تنظيف الشغل الخاص طبعا بغرزه النصف عمود. واتمنى طبعا ان فكره الفيديو بتاعي النهارده تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم، وكمان يا رب ان انتوا تكونوا بتراجعوا على الغرز دي وتطبقوا عليها، لان صدقوني يا بنات ان التطبيق على الشغل هو اللي هيخليكم تتعلموا وتحفظوا كل تركات الشغل الخاصة بالكروشيه وتكونوا احسن حد بيعمل كروشيه في العالم كله. اتمنى الغرزة بتاعت الفيديو بتاعي، مش عارفة ليه النهاردة هي مصرة ان هي تكون غرزة، الفكرة بتاعت الفيديو بتاعنا النهاردة ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من كروشيه مع رندا، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.